مشاهدينا مشاهدي مريم تي في ومشاهدين برنامجنا الصباحي على الموعد من وين ما كنتوا عم تتابعونا عبر شاشة تلفزيون أو عبر الرابط المباشر الخاص فينا أو أكيد عبر موقعنا على فيسبوك بحيث نحن بهيدي الأثناء لايف. أنا بدي أتمنى لكم عطلة نهاية أسبوع سعيدة بما أنه نحن اليوم الجمعة نهاية الأسبوع، وبدي أرحب بزميلتي ريتا. صباح الخير ريتا. صباح الخير تمارا لك ولكل المشاهدين يلي انضموا لنا عبر شاشة مريم تي في. أكيد ضم صوتي لزميلتي تمارا وبتمنى لكم نهاية أسبوع سعيدة إن شاء الله، وين ما كنتوا مع مين ما كنتوا تكونوا عم بتقضوا أجمل وأحلى الأوقات. أمين ريتا. مثل ما بتعرفي نحن مثل ما عودنا المشاهدين منبلش بصورة اليوم. فرح نشوف صورة اليوم شو هي. صورة اليوم هي تقدير لك، أنا حبيت عايدك وقلك عقبال المية وإن شاء الله 365 يوم جديد بتبلشيهم من الفرح والحب والسعادة عقبال المية. ياي كتير حلوة تمارا، يعني تفاجأت بهالصورة. ميرسي كتير تمارا لك، يعني عهلفت الحلوة. إن شاء الله هيك دايما منضل سوا بهالعيلة الحلوة بمريم تي في. شكرا لك كتير كتير كتير. برجع بقول لك اكيد عبال 100 مره ثانيه. ميرسي تمام. من بعدها مشاهدينا رح نروح على حاله الطقس. مشاهدينا الحاله العامه لطقسنا طقس صيفي رطب وحار نسبيا عم بيسيطر على لبنان خلال الايام القادمه، بحيث رح تكون معدل درجه الحراره بمعدلاتها الموسميه. عم تتراوح درجة الحرارة بين 24 و 32 درجة. طقسنا ليوم الجمعة غائم جزئيا مع استقرار بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل طفيف على الجبال، وكمان رح تضل نسبة الرطوبة مرتفعة. بالنسبة لطقس يوم السبت فهو قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة على الساحل، وكمان بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة، وأكيد هذا الشيء بسبب لكم زيادة بإحساسكم بالشوب. طقس يوم الأحد قليل الغيوم لغائم جزئيا مع درجات حرارة صيفية وكمان بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة، ومثل ما ذكرنا هذا الشيء بيزيد الشوب ريتا بلا ما نحس. اكيد تمارا، يعني هذا الويك اند رح يكون شوب ورطوبه. اكيد ان شاء الله هيك المشاهدين يكونوا عم بيقضوا اوقات حلوه بهالطقس الحلو. على امل ريتا. على امل. يعني من بعد ما كنا مع حاله الطقس تمارا، انا وياكي والمشاهدين رح نروح مع فقره قديس اليوم. تمارا اليوم بتحتفل الكنيسة اليوم 22 تموز بعيد تذكار القديسة مريم المجدلية. بيظهر اسم مريم المجدلية في بدء حياة يسوع التبشيرية مع النساء اللواتي شفاهن يسوع من أمراض مختلفة، ورافقن يسوع مثل الرسل 12 في طوافه التبشيري، ثم رافقته من الجليل إلى الأورشليم وشهدنا موته وقيامته، وكان لهن دور كبير في الجماعة المسيحية الرسولية الأولى. يطلعنا في التقليد التباس أول بين المجدلية والمرأة الخاطئة في بيت سمعان الفريسي في الجليل، والتباس ثاني بين المجدلية ومريم أخت لعازر التي دهنت قدمي يسوع بالطيب في بيت عنيا. المجدلية وتلك الخاطئة في أورشليم التي قدموها ليسوع في ساحة الهيكل. تعتبر المجدلية من أهم تلميذات يسوع المسيح. يقول التقليد أنها بشرت في فرنسا وتوفيت هناك في القرن المسيحي الأول. صلاة معنا أمين. يعني أكيد هيدا اليوم مبارك تمارا أنه عم نعيد تذكار القديسة مريم المجدلية. ان شاء الله بينعاد على الجميع، ودائما نحن بنقول القديسين اللي تعذبوا على هالارض ولكن ربحناهم بالسماء، قديسين حتى دائما يرافقونا ويصلوا لنا. اكيد ريتا صلاتهم معنا دائما. مشاهدينا الى المتفرقات.
ريتا، رح بلش أنا وياك فقرة المتفرقات لليوم برسالة مؤثرة كتبها هاني نصار بذكرى ميلاد زوجته الراحلة اللي على اسمها سميت جمعية باربرا نصار مثل ما بتعرفي. كان عيدها ب 20 الشهر، وكتب بوست على فيسبوك حبيت شارككم فيه. ذكرى ميلاد باربرا ما عادت نهار واحد بس، صارت كل يوم بالسنة. كل ما تشخص مريض بالسرطان صار بالنسبة لإلي باربرا جديدة. يا محلى الصراع مع المرض، قدام الصراع من أجل كرامة المريض وحقه بالحصول على العلاج بكرامة. أمنيتي بعيدك شفاء قلوب المسؤولين المتحجرة، تنطفي نار الغضب والقلق المشتعلة بنفوس المرضى وأهلهم، وتأمين علاجهم مثل ما توعدنا أنت من فوق وأنا من هون على أمل اللقاء. قديش حلوة وقديش قريبة من واقعنا ريتا. كتير حلوة هاللفتة، ودايما هاني نصار معودنا على لفتات تجاه مرضى السرطان، لأنه مدامته الله يرحمها أكيد كان عندها مشكلة وعم بيعاني كتير أكيد بتأمين الأدوية لمرضى السرطان. وبتعرفي تمارا، نحن بدوامة هالأزمة اللي ما عم نقدر نظهر منها، فأكيد نحن نروح للسلام لروحها، ويعطي ألف عافية على كل الجهود اللي عم بيقوم فيها، وعم بيكون جبارة أكيد عم بيكون حد المرضى. أكيد نحن بنوجه له تحية لأستاذ هاني نصار. خبرنا الثاني معك ريتا. خبرنا الثاني تمارا، حذر الخبير الاقتصادي جابي بجاني من ارتفاع جنوني لسعر صرف الدولار بالسوق السوداء ومن دون أي سقف محدد، وإذ توقع معاودة ارتفاع سعر الصرف مع نهاية الصيف، وأشار إلى أنه سبب تماسك العملات الأجنبية إضافة لحركة الوافدين والمغتربين واللي بتتقدر بمليار دولار شهرياً. يعني إن شاء الله ما يكون أكيد هالخبر صحيح تمارا، لأنه الوضع ما بيتحمل أنه بعد يكون عنا ارتفاع بسعر الدولار. ريتا أكيد على أمل، نحن بهمنا دايماً أن نكون عم نتحسن مش عم نرجع لورا، خاصة بالظروف الاقتصادية. للأسف الخبر الثاني هذا خبر أكيد عم يرجعنا لورا. مثل ما بتعرفي امبارح كانت نتائج الثانوية العامة، بنقول مبروك لكل اللي نجحوا، ونحن بحاجة لفرحة بهيدي الأيام، بس بنفس الوقت اطلاق النار العشوائي ابتهاجا بالفرح، هيدي الظاهرة ما عم نقدر أبدا نخلص منها. بنفس صحيح. الوقت عم تحصد أرواح وعم تحصد ضحايا. فامبارح مثل ما بتعرفي كانوا النتائج طلعوا، أكيد سمعت صوت إطلاق النار والمفرقعات النارية، وكمان هيدا الشيء أدى فور صدور النتائج لإصابة شابة برصاصة طايشة بعمود الفقري بمنطقة بعلبك، أكيد بالإضافة لعدد آخر من الضحايا اللي نحن أكيد ما بنعرفهم أو الإعلام ما بيضوي عليهم. بس بجميع الأحوال هذه الظاهرة جدا خطرة، نحن دايما بنناشد المسؤولين والقوى الأمنية أن يكونوا عن جد عم بيحطوا لحد. يعني ريتا بتحسي عم تطلعي من بيتك بتكوني خايفة، صحيح، بس لأنه غيرك بده يبتهج أو يفرح بإطلاق النار، هذا شيء جدا خطر، جدا 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 خطر. صحيح تمارا، وهيدا الموضوع كمان كانت صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية البيان التالي بمناسبة حلول عيد مارلياس اللي قطع أكيد ينعاد على الجميع. نبهت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين من خطر استعمال المتفرقعات والأسهم النارية لما تسبب من مخاطر محتمة بتؤدي لإصابات بشرية. يعني فعليا يعني بيبقى الواحد عن جد طالع من بيته مش عامل حسابه لأي يتعرض لأي أذى أو لأي خطر، إذا غيره عم يبتهج أو حتى عم ينبسط ما بتقدري تعرفي حتى عم بتأذي الممتلكات، إزاز السيارات. صحيح. وغيرها. صحيح. فنحن أكيد ندعي المشاهدين دايما نطلق صرخة وصرخة عالية أنه تكونوا عم تفرحوا بغير طريقة. يعني ما صحيح. بعرف شو بيجيون إذا فرحوا غيرهم انصاب أو صار عنده إصابة دايمة وقعد بالبيت. صحيح، هيدا شغلة كتير خطرة تمارا، بدون نعم. صوتي لإليك. إن شاء الله المسؤولين أكيد والوعي عند الشعب اللبناني يكونوا واعيين أكتر بهالمناسبات، يبتهجوا بطريقه مثل ما قلتي مسالمه، ولا انه يعملوا هيك على امل يصير في عنا قانون رادع يكون عم يعاقب كل شخص نعم. بيطلق نار. صحيح نعم. يعني تمارا من بعد ما كنا مع هالخبر المؤسف معك، بيروت كمان خبر مؤسف، تحتل المرتبة 12 بين 510 مدن عالمية والمرتبة الأولى بين 29 مدينة عربية من ناحية كلفة المعيشة، فأسعار وجبات الطعام والمشروبات بالمطاعم والنوادي الليلية
الداخلية ببيروت تخطت الأسعار بالدول الأوروبية، حتى كلفة السلع الاستهلاكية ببيروت أعلى من سان فرانسيسكو والدول العالمية. إحصاءات قالت هالشي تمارا، تخيل نحن بأي وضع، أنه لبنان صار يمكن بالنسبة للمغترب صار أرخص بلد، ولكن بالنسبة للشعب اللبناني صار أغلى بلد بالنسبة للمعيشة. الشعب والمواطنين ولاد البلد هن اللي عم بيعانوا. صحيح تمارا. بالمناسبة، وأكيد أنه عم نحكي أخبار محلية، قال مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم أنه أزمة جوازات السفر أزمة عمر، وفعليا هيك، وعبر أنه حصلنا على الاعتماد اللازم بعد جهد سنة وتأخير متعمد. وأضاف اللواء إبراهيم بقى هناك محاولات لتجديد عقد النفط مع العراق، وأعدكم بعدم قطع الكهرباء إلى صفر. يعني إحنا نتمنى عن جد يكون عم نوصل لحل نهائي وشافي فيما يخص الكهرباء وحتى جوازات السفر. يعني صحيح، يعني هيدا حق مثل ما قلتي تمارا، دايما على كل مواطن أنه يكون له حق ياخد جواز السفر، لأنه في ناس عندها دواعي سفر كتير طارئة ومهمة، يمكن بدها تتعلم برا، بدها تشتغل، ما فيهم يوقفوا حياة المواطن بهالطريقة. إن شاء الله على أمل أنه قريبا يكون في إلى حل. الكهرباء تكون كمان إلى حل، نحن بلد نفط، عندنا نفط، فمفروض أكيد نكون عم نوصل لحل نهائي وشافي، خاصة هلا بفترة الصيف. أمين يا رب. نعم. تمارا بتعرفي، من بعد ما صارت الأزمة الاقتصادية بلبنان، يمكن دايما نحن بنقول الأشياء النيجاتيف بتولد الأشياء البوزيتيف. فصنع في لبنان عبارة فرضت وجودها خلال الأزمة الاقتصادية، والمصانع اللبنانية عم بتنوع بضائعها. فجولة سريعة إذا بتفوتي على السوبر ماركت تمارا، هي كفيلة إنه تفرجيكي قديش الشركات اللبنانية طورت إنتاجاتها، وهالشي بين إنه قسم كبير من الاستيراد تحول لصناعة محلية، لأن ما عم يقدروا يستوردوا من برا. هالشي شجع اللبنانية إنه يكون في صناعة محلية لبنانية، وهيدا شيء حلو. يعني يمكن كنت تشوفي منتج معين شغلة وحدة منه، هلأ صرت بتشوفي كذا منتج من الصناعة اللبنانية. صحيح، نحن دايما بندعيكم المشاهدين تكونوا عم بتشجعوا الصناعة اللبنانية بكل أنواعها، لأنه يعني بتعرفي جيت هلأ بحاجة لدعم أكيد ضل الظروف الاقتصادية. خبر طريف معي، بحيث أعلنت حديقة أوشن بارك بهونغ كونغ إنهاء حياة آن آن دب الباندا العملاق الأكبر سنا بالعالم، تحت رعاية البشر، من عمر 35 سنة، يعني عمره 105 سنين تقريبا من عمر الإنسان. عم نشوف صورته بالصورة قديش مهضوم ريتا. آن آن كان عم بيعيش بالحديقة من عام 1999، وبينت عليه علامات تدهور مستمرة بصحته خلال الأسابيع القليلة الماضية، وكمان بطل ياكل، حتى بالآخر بطل أكل نهائيا. فقررت أكيد الحديقة حفاظا على صحته أنه تكون عم تنهي حياته. يعني قدي حلو هيدا الخبر تمارا. صحيح هو مؤسف، ولكن الباندا هيك بس تشوفيه بيعطيك فرح، لأن شكله كتير مهضوم. وقدي حلو أنه ما ينقرضوا هالحيوانات، لأنه فعلا يمكن وجودهم ببعض الغابات أو ببعض البلدان فرحة وأمل، فرحة بالزبط. صحيح، وبتحسيهم هيك الناس تتشوق أنه تشوف، نحن منشوفه على الصور، ولكن بتحسي تتشوق أنه تشوفيه حقيقة. صحيح. يعني تمارا، من هالخبر المفرح أنا رح أنتقل لخبر كمان مفرح. مبادرة إعادة تدوير القوارير البلاستيكية بأبو ظبي، هالمبادرة بتهدف لتعزيز جودة الحياة والمحافظة على البيئة، وهي بتتماشى مع الخطط الاستراتيجية لمشاريع أبو ظبي 2030 ل 2050. المبادرة هي تمارا، إذا عم نشوف مثل ما عم نشوف بالصورة، هي عبارة عن آلة أو جهاز بيقوم الشخص بوضع القوارير فيها، وبيحط الأناني البلاستيكية بقلبها، وبتتحول لنقط، كل نقطة بتعادل مبلغ معين من المال، وبالتالي بياخد المستخدم هيدي الآلة، بياخد تيكت منها وبيستعملها لحتى يتنقل بإمارة أبو ظبي. يعني قدي حلو هيدا الخبر، وقدي هيك بيشجع إعادة تدوير القوارير البلاستيكية. مهمة هذه المبادرة. صحيح. إحنا عنا كذا مبادرة هيك صغار بلبنان، وكان عنا كمان بالأماكن العامة بعد
السوبر ماركت انه فيك تحطي تعملي اعاده تدوير. اكيد نحن بنرجع نشجع المواطنين وكل الشركات انه يكونوا عم يمشوا على هذا المنهج حفاظا اكيد على بيئتنا وطبيعتنا الحلوه. رح نرجع كمان لواقعنا، وانا دائما بحب اذكر المشاهدين ريتا باعداد كورونا، لانه اكيد في جزء كبير منهم بتحسيه مستخف. صحيح. فالاعداد اعداد مزبوطه، وحتى لو في اشخاص بيقولوا انه اعداد وهميه، بس اللي حوالينا بيكونوا مصابين هذا الشيء. نعم. انا في كذا شخص حوالي، واكيد انت نفس الشيء عم تسمعي فعليا، مطعمين ورجعوا انصابوا بكورونا. لهيك مشاهدينا، اعلنت وزاره الصحه العامه تسجيل 2546 اصابه جديده بكورونا وثلاث وفيات خلال 24 ساعه الماضيه. لهيك انا بدي اترك الكلمه لإلك ريتا، لهيك تعطيهم شويه ارشادات. أكيد أكيد تمارا، يعني دايما مثل ما قلتي عن الكوفيد رجع للأسف، ولكن نحن بفصل الصيف مثل ما قلتي كتار من الناس مستخفين بالكوفيد، ولكن هو موجود، عم بيكون في حالات مثبتة وعم بيكون في حالات عم بتفوت على المستشفى. نعم. مشان هيك نحن ندعي كل المشاهدين أنه ينتبهوا بفترة كوفيد، يلتزموا التباعد الاجتماعي، يلتزموا وضع الكمامة بالأماكن المكتظة، وخاصة إذا عم تروحوا على الكنيسة كمان بنفضل أنه تحطوا كمامة، بالسوبر ماركت، بالمولات، لحتى ما تعرضوا حياتكم وحياة الحواليكم لخطر، لأنه هي المشكلة أنه إذا أنتوا عرضتوا حياتكم للخطر لازم تنتبهوا للعيال اللي موجودة حواليكم، في كبار بالسن، في صغار بالعمر، لازم ننتبه ونغسل ايدينا كتير منيح وننظف بالسانيتايزر لحتى ما ننقل العدوى، وما لازم تستخفوا. وتمارا في شغلة كتير مهمة، انه في كتير اشخاص بيكون عندهم كوفيد او بيكون عندهم عوارض ما عم يعلنوا عنها، وهيدي اصعب شيء، لانه عم بيكون عم بيعرض حياة الشخص اللي مقابيله، ما بيعرف شو عنده مشاكل صحية، يمكن يفوت على مستشفى او يعمل مضاعفات خطيرة. في شغلة كمان ريتا بدي احكي عنها، المشاهدين بعض المواطنين كمان عم بيفكروا يصير في لغط بين كوفيد والرشح او الجريب. دائما بتعرفي نحن عندنا تحليلات لكل شيء بحللوا انه هذا جريب او هذا شبقه اي سي او واتيفر، حيالله شيء. نحن اكيد بنفهم الوضع الاقتصادي الصعب اللي بيمنع بعض الاشخاص انه يكونوا عم بيعملوا بي سي ار، بس صار في رابيد تيست هلا بالبيت. بعتقد قلتي بمعلومه طبيه باحد الحلقات السابقه، فيهم يكونوا عم بيعملوا، سعره مقبول، فيهم يكونوا عم يحموا غيرهم ويحموا افراد عائلتهم من خلال هذا التيست اذا عملوه بس ليطمنوا. منا عيب تمارا مثل ما قلتي شغله كتير مهمه، انه لازم يطمن مريض اللي عنده كوفيد، منا عيب انه يقول انه انا اليوم عندي عوارض ويمكن يكون عندي كوفيد، لانه هيدا الشيء لا سلامه المواطنين. وحكينا بالحلقه الماضيه كمان عن البي اي 5 يلي هو الكوفيد الاوميكرون الجديد يلي هو سريع الانتشار كتير، صحيح ما عم بتكون عوارضه كتير صعبه على المريض، ولكن موجود. وفي مثل ما قلنا دائما تمارا ونذكر دائما المشاهدين انه كل شخص مناعته تختلف عن الشخص الاخر. صحيح ريتا، ومش يعني اذا مطعمين يعني محميين، هذا الشيء كمان ضروري المشاهدين يكونوا عم يعرفوا. نتمنى السلامه للجميع، والى الخبر التالي معك ريتا. انا بالنسبه لاخباري تمارا يعني وصلت لنهايتها، ولكن كمان بدي اقول خبر مهم تمارا، انه الادويه يلي عم بتكون بالسوق ما عم نلاقي ادويه للاشخاص يلي عندهم امراض مزمنه. نعم. وامراض السرطان، نحن اكيد نتمنى تمارا انه يكون في حلول سريعه لهذا الموضوع، وخاصه للمرضى يلي عندهم امراض مزمنه ما بيقدروا يوقفوا الدواء، عم يضطروا يلتجئوا لتركيا ولغير دول ليامنوا الدواء، وباسعار فريش دولار ما عم يقدروا يدفعوا. ان شاء الله قريبا بيكون في حلول لهيدا الموضوع. هون انا بدي اغتنم الفرصه بدنا نوجه شكر لكل الجمعيات على جهودهم الجباره. نعم. اللي عم بيقوموا فيها بدل هالازمه الخانقه اللي عم نمرق فيها. مثل ما ذكرت هيدي ادنى حقوق المرضى اللي بيبقوا موجوعين مش قادرين يامنوا دواهم. ففي كتير جمعيات ومبادرات انسانيه اخذت على عاتقها انه فعليا تكون عم بتامن قد ما فيها. صحيح. الادويه للمرضى، فاكيد نحن بنشكرهم. اكيد بدنا نشكر نقابه الصيادله اللي كمان عم تشتغل شغل فعلا جبار على راس النقيب دكتور جو سلوم. رح انهي خبر أخير أنا وياكم مشاهدينا، اكتشف تلسكوب جيمس واب التابع لوكالة الفضاء الأمريكية نازا مجرة عمرها 13.5 مليار عام مثل ما عم نشوفها بالصورة، مما بيجعلها الأقدم بالكون حتى الآن، وبيعود تاريخها ل 400 مليون سنة بعد ولادة الكون، ومثل ما بنشوف بقعة حمراء وبقلبها أبيض. حلو.
حلو هيدا الخبر، حلو تمارا كمان نعم حكيت عنه بالحلقات السابقة. حلو هيدا الشيء، وأول مرة كمان بنشوفه بالألوان نعم مش بالأسود والأبيض. نعم ريتا، بعتقد انه رايحين نحن وياكي مشوار حلو اليوم. صحيح تمارا، هلا بدي أختك على بيت شباب، ما بعرف إذا طلعتي لها شي مرة لا ولا مرة. هلا رح تعرفي عنها إن شاء الله بالويك إند بتزوريها. رح نروح بفقرية قرية اليوم. تمارا، قرية بيت شباب منا كتير بعيدة، هي قرية متنية بتبعد عن بيروت 24 كيلومتر وبترتفع عن سطح البحر بين 650 و 850 متر. بتنتشر بيوت بيت شباب التقليدية وكنائسها المتعددة بالمتن اللبناني، فهي بتشتهر بيوتها ذات السطوح الأرميدية وبمناظرها الطبيعية الخلابة ومناخها المنعش ومياهها المعدنية، وبتحيط بقرية بيت شباب غابات الصنوبر والسنديان من كل الجهات، إضافة إلى بساتين الفاكهة وأشجار الحور والجوز والصفصاف. فبيت شباب تعتبر من أجمل القرى اللبنانية النموذجية، بتضم 15 كنيسة قديمة، فمن النادر أنه نشوف بلبنان قرية بهالعدد الكبير من الكنائس، كما بتمتاز بمحافظتها على الصناعات الحرفية والقديمة، فبتنفرد بيت شباب بصناعة صب الأجراس التراثية القديمة، إضافة إلى صناعة الفخار على الطريقة التقليدية وصناعة النسيج المعروف بالديمة. فصناعة الأجراس بتعتبر من الصناعات التاريخية ببيت شباب، فهي القرية الوحيدة بلبنان والشرق الأوسط يلي بتصب أجراس الكنائس ويلي بيتم تصديرها للبلدان المجاورة. فعند زيارتكم للبلدة بإمكانكم زيارة المحترف للتعرف لمراحل صناعة الجرس. وطبعا تمارا بالقرية عدد من المطاعم يلي بتقدم الوجبات المحلية والعالمية السريعة يلي بتناسب جميع الأذواق. يعني قد ايه حلوة بيت شباب شفناها بالصورة تمارا، ولكن إذا بتشوفيها على الحقيقة بتشوفيها بقعة كلها حمراء كلها أرميد، وفعلا هي من البلدان يلي أو من القرى يلي هي بتصدر للبلدان المجاورة بصب الأجراس، وفيها 15 كنيسة هيدا اللي بيميزها، ولا قرية لبنانية عادة فيها الأد عدد من الكنائس فيها. نعم يعني نحن حمستينا لهيك، بنقول للمشاهدين اذا كان عندهم بلانز هلا بالويك اند يكونوا عم بيزوروا بيت شباب، ما ذكرتي منا بعيده عن المدينه، صحيح عن بيروت. شكرا لمشوارنا لليوم، ومعك هلا على ميديكال، ما هيك؟ صحيح تمارا. هلا انا وياك اليوم رح نروح على موضوع كتير مهم بفقريه معلومه طبيه. تمارا اليوم رح نحكي عن مرض كتير مهم معروف اسمه الام اس، يلي هو المالتي سكليروزيس او التصلب العصبي المتعدد، او منسميه مرض التصلب اللويحي اذا حدا بيسمع فيه. هلا رح احكي عنه اكتر. هيدا المرض هو حالة من أمراض المناعة الذاتية، والسبب الرئيسي للإصابة فيه هو وجود خطأ ما بجهاز المناعة، وبأغلب الأحيان بيصيب الدماغ أو نخاع الشوكة للجهاز العصبي. بعده أكيد مشاهدينا منه معروف السبب الأساسي يلي بيخلي جهاز المناعة يتصرف بهالطريقة، ولكن معظم الأبحاث بتقول أنه في مجموعة من العوامل الجينية والبيئية بتلعب دورها. مثل ما دايما بقول تمارا بالمعلومة الطبية، دايما الفاكتور إريديتار بيلعب دوره. نعم. وكمان العوامل البيئية يلي عم نشوفها مؤخرا أنه كمان بتلعب دورها بهالأمراض. أما بالنسبة للأعراض فبتختلف من شخص لآخر، ولكن غالبا ما بتأثر الأعراض على الحركة، مثل المريض ممكن يحس بتنميل أو ضعف بأحد الأطراف، أحاسيس مشابهة للصدمة الكهربائية، الرعاش أو انعدام التنسيق أو المشي الغير المتزنة، فقدان جزئي أو كلي للرؤية، عادة بتصير بعين واحدة، رؤية مزدوجة لمدة طويلة، رؤية ضبابية، الإرهاق، الدوخة، ضعف أو تشنج بالعضلات وصعوبة بالكلام. وبيتأثر المريض كمان بالذاكرة وبالقدرة على اتخاذ القرار.
للتشخيص دائما التشخيص بيتم عن طريق الأعراض وربطها بوقت حدوثها، إضافة إذا بدكم إلى عدد من الفحوصات السريرية وبعد تحاليل الدم، سحب عينة من سائل الشوكة وتحليلها، يعني بياخدوا مي من السائل الشوكي تمارا من سلسلة الظهر وبيفحصوها لحتى يشوفوا من شو مكون هالسائل. بنعمل كمان IRM للدماغ وغيرها من الاختبارات. أما علاج التصلب اللويحي أو MS، للأسف ما في علاج لهيدا المرض، ولكن يمكن لعدد من العلاجات المساعدة بالسيطرة على الحالة، وبيعتمد العلاج للسيطرة على الأعراض والصعوبات المحددة اللي بيواجهها المريض. العلاج بيتضمن أدوية لتقليل عدد الانتكاسات وبالتالي إبطاء أو تقليل التدهور العام للإعاقة. هون أكيد تمارا بحب وجه تحية للممثل وسام صليبة يلي مؤخرا كشف عن مرضه بالأم أس، هالمرض يلي عم بحكي عنه، واللي اكتشفه للأسف من حوالي 8 شهور وهو مصاب فيه بدرجة خفيفة. أكيد أنا بتمنى له الشفاء العاجل للممثل وسام صليبة، بيستاهل كل الخير إن شاء الله، أكيد ما بيتقدم المرض معه لأنه إيمانه كتير قوي. وهيديك المرة تحدث مع بيو عن هيدا الموضوع، بالعكس وعى المرضى أنه ما يخافوا، وعنده بتحسيها البوزيتيفيتي أنه منه خايف من هالمرض. نحن بنتمنى له أكيد باسمي وباسمك باسم مريم تي في ان شاء الله الشفاء العاجل، وان شاء الله انه ما بيتقدم المرض معه وبتكون هيدي الفترة سليمة له. واكيد كمان بشير تمارا انه دائما الابحاث العلميه دائما بتطور ودائما هي بشغل لحتى تقدر تشوف اذا ممكن يكون في علاجات نهائيه لهالامراض يلي هي خاصه بجهاز المناعه، بنسميها لمالادي اوتو ايمون. يعني ان شاء الله اكيد مع الابحاث والتطورات العلميه نوصل اكيد لعلاجات شفائيه لهالامراض. أكيد ريتا، نحن بدورنا كمان بدنا نوجه تحية لكل المرضى، لأنه مثل ما ذكرتي هذا مرض بيعيش معك، مرض دائم ما له علاج، فهذا الشيء جدا صعب، واللي بيكونوا عم بيصارعوا بهذا المرض فعلا بيكون عندهم إيمان وقوة. صحيح. لأنه مثل ما ذكرنا بيعيش معك، وأكيد بنوجه لهم تحية لأنه كمان كان لفترة الأدوية أو العلاجات اللي بيخدوها كمان كانت مقطوعة. يعني مثل ما شفتي كمان تمارا أعراضه خطيرة، يعني تنميل يمكن ما بيعود بيقدر يحكي، منا أعراض خفيفة أو طفيفة بتقطع. صحيح. هي أعراض بتزعج كتير ومؤلمة. نعم، حتى أعراض ما بعد العلاج مؤلمة من بعد أكيد. ما ياخدوا علاجهم كمان. أكيد. ريتا نحن وصلنا لنهاية فقرتنا، أنا بدي أشكرك دايما على معلومتك الطبية الموثوقة اللي بتحضري لنا إياها، ورح نروح نحن وياكم مشاهدينا لتأمل روحي من بعد. أنا وريتا محضرين لكم ضيوف أكيد رح يهموكم، ما تنسوا تكونوا عم تابعونا على فيسبوك مريم تي في. بريك ونرجع. أنا الحكمة، الرب قناني أول طريقه، من قبل أعماله منذ القديمة، منذ الأزل مسحت، منذ البدء، منذ أوائل الأرض، إذ لم يكن غمر أبدئت، إذ لم تكن ينابيع كثيرة المياه، من قبل أن تقررت الجبال، قبل التلال أبدئت، إذ لم يكن قد صنع الأرض بعد، ولا البراري ولا أول أعفار المسكونة، لما ثبت السماوات كنت هناك أنا، لما رسم دائرة على وجه الغمر.